انت دلوقتي في اتصال مع دكتور سامح حمدي؟ طبعا اخويا. اخوك. طب هو عاوز يكلمك بقى. الحقيقه احنا يعني عيله رياضيه كلنا، من الاب كان بيلعب كوره برضه، وكان فريق النادي الاهلي التيم الثاني مش التيم الاول، واحنا نشأنا كلنا لقينا الرياضه هي السمه الغالبه. الاخ الكبير الله يرحمه كان بيلعب رمايه، والاخ اللي قبليه كان بيلعب كوره برضه في النادي الاهلي، فكنا يعني الطفوله نشأت في جو رياضي تماما بحت وعائلي يعني متماسك، وكانت حياته يعني واضح من الاول ان هو كان ذو شخصيه مميزه. يعني هو حتى كان طفل يعني كان له آراءه وحاجاته وتصرفاته كانت بتدل على ان هو يعني شخصيه متزنه قياديه. يعني الحقيقه كان اخويا الله يرحمه عادل حمدي كان بيلعب في النادي الاهلي، وعامل لنا ميعاد مع كابتن مصطفى حسين، كنت انا وحسن، ولما جينا الحقيقه بدانا مع كابتن بروشيتش. اول فرقه بدات مع كابتن بروشيتش كان في ملعب المستشفى بتاعت المعلمين دي، وبدانا من هنا بقى يعني نتجه اتجاهات. هو حسن اتجه للكوره وانا اتجهت للكره الطايره، وبدأ بقى هو يكمل مشواره في كرة القدم من 12 سنة، كان عنده 12 سنة تقريبا يعني، ودخل بعد كده بقى. وحضرتك بقى عارفة التطور بتاعه بقى من الناشئين للفريق الأول للإدارة وهكذا. يعني قبل ما يبدأ يبطل ينهي حياته في الملاعب كان بدأ استلم شغله في وكالة الإعلانات الأهرام، وبعد ما تسلم شغله في وكالة الإعلانات الأهرام قعد حوالي سنة أو سنتين، وبعدين خد قرار إن هو ينهي حياته في الملاعب علشان يتفرغ للعمل الاداري سواء في النادي الاهلي وسواء في وكاله الاعلانات. ومن وكاله الاعلانات الحقيقه كان يعني اول ما استلم كان مندوب اعلانات في الوكاله، والحمد لله يعني خد بوزيشن سريع جدا، وكان اصغر مدير وكاله الاعلانات في الاهرام، مسك وكاله الاعلانات في الاهرام كان اصغر مدير فيها يعني. وبعد كده بقى يعني تطور لغايه لما مسك بقى قطاع الاعلانات كله بالكامل، مشرف على قطاع الاعلان والوكاله، وكان مدين له كمان سلطات رئيس مجلس اداره. يعني إبراهيم نافع كان واخد سلطات رئيس مجلس اداره، وكان يعني مش عايز اقول لحضرتك يعني الحمد لله وصل بالاهرام لمستويات عاليه جدا جدا من الدخل، لدرجه ان هو كان يعني بيدخل مليارات في التسعينات والالفينات. ما كناش طبعا متوقع رئيس النادي، لكن كنا متوقع ان هو هيوصل حاجه، لانه زي ما قلت لك هو كان صاحب شخصيه من اول حتى وهو طفل يعني، وكان دايما كان في صحيح يعني، كان دايما بيتخذ قراراته، عمره ما خد قرار الا لما يكون مقتنع بيه يعني، بيبقى دارسه يعني. هو طول حياته كده، كان في الكوره كده، كان في الاهرام كده، كان في يعني الحمد لله هو يمكن مسك جمعيه الاعلان الدوليه دي IAA، عايز اقول لك خد 2 وسامه استحقاق لنشاطه وتطوير الاعلانات في الهيئه الكبيره دي. فبالتالي هو يعني الحقيقه قراراته بتبقى مدروسه جدا قبل ما ياخد اي قرار، بيبقى اخده وعارف انه مش هيرجع فيه تاني، هو بيحب احفاده بدرجه رهيبه يعني. وهو كرس حياته بعد ما خلص، قال انا مش هعمل اي حاجه ولا شغل خالص غير ان انا يعني اكون حياتي هاديه ومستقره مع زوجته ومع احفاده واولاده. والحقيقه هو يعني زي ما بقول لك بياخد قرار بينفذه، هو بينفذ الكلام ده. عندك تعليق؟ لا عيب يا معلم. طيب.